سعدي أواكم جميع متابعين قناتنا، أهلا وسهلا فيكم بمقابلة بيوم جديد بحلقة جديدة بصديق فيها الدكتور سيف الدين عموس. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة تانية على قناتنا. شكرا صادق على استضافتي. شكرا كثير لك على ظهورك المتكرر معنا. الحقيقة بعد المقابلة الماضية أخذت كثير صدى كثير كبير بين الكوميونيتي تاعت القناة وعلى الإنترنت، والحقيقة في كثير مجموعة من الأخوة سألوا أسئلة جدا مميزة، حابب أنه ممكن نناقش بعض هذه الأسئلة مع حضرتك. أنا كمان كثير انبسطت بالمقابلة الماضية، وإن شاء الله نستمر فيها ونعمل كثير أكثر حلقات إن شاء الله. أكيد. طيب، في عنا أحد الأخوة الحقيقة سأل، هو اسمه اخترناك توب أو توب بيك، حكى أنه ممتاز وأتمنى فعلا أن يكون هذا اللقاء أسبوعي يشرح الدكتور في موضوع معين بخلاف فيديوهات لرد على الأسئلة السريعة. بالنسبة لسؤالي اليوم أحب أن أسأل عن موضوع هيمنة البنك الفدرالي الأمريكي على النقد في العالم أو الذهب، وإذا كان البيتكوين هو المخرج من هذه السيطرة، فما الضمان أن لا يكون مصيره مثل الفيدرالي من سيطرة الهوامير عليه في شكل كارتلات أو تكتلات وخلافه كما حصل في الاحتياطي الفيدرالي؟ ولكم مني جزيل الشكر. إذا بتحكينا شوي دكتور، شو رأيك بالموضوع؟ في الحقيقة سؤال ممتاز، يعني أعتقد هذا من هذا السؤال بفرج إنه الشخص بلش يفهم فعليا شو وين أهمية البيتكوين اقتصاديا، وبلش يفكر بشو تبعات استمرار البيتكوين. يعني أنا اللي بحكي بكتابي، وإن شاء الله رح بلش العمل على النسخة العربية قريبا تطلع من كتابي، اللي بحكي بكتابي بوجهة نظري هو إنه أهمية البيتكوين هو كنوع عملة احتياطية مثل الذهب، نوع جديد من المال يمكن بناء نظام مالي عالمي عليه، لأنه يمكن الدفع فيه عبر العالم بدون وساطة. يعني هو مثل الذهب من ناحية أنه إذا انتقل من يد إلى أخرى متى ما صار معك خلص هو لإلك، ما في عليه ارتباطات لشخص، ما في عليه liability لشخص تاني، يعني مش مربوطة قيمته بأفعال أشخاص آخرين مثل ما هو النقد الحكومي، لأنه النقد الحكومي الحكومة دائما تقدر تزيد الكمية اللي تطبعها منه فبالتالي بتقل قيمته. الذهب صعب تنزاد كمية مطبوعة منه، والبيتكوين كمان صعب ينزاد الكمية المطبوعة منه، فبالتالي قيمته عرضة بس لتقلبات السوق من تذبذب بالطلب عليه. فبالتالي وبما انه البيتكوين ما حدا بيقدر يعني ما حدا بيقدر يوقف التعامل فيه، فممكن ارساله عبر العالم بسرعة وبسعر رخيص. طلع انا بقول بكتاب انه هو كبديل، يعني هو تقريبا بديل رقمي للذهب كعملة احتياطية عالمية او تم الدفع فيه حول العالم، ممكن ينبنى فوق نظام مالي جديد. الشغل اللي بالنسبة لي منيحة بالبيتكوين هو انه كنظام كأساس لنظام مالي بيفرق عن الذهب، بأنه الذهب بيلزم أنه يتم مركزيته، يتم نوع من المركزية لتصفية الحسابات في الذهب. وبينما البيتكوين بطبيعته راح يكون موزع بشكل كتير أكبر من الذهب. وهذا هو باختصار يعني الأهمية اللي بتخلي البيتكوين قادر لأنه يكون غير شوية عن الذهب، أو بالأحرى خلينا نقول فرصة البيتكوين إنه ما يصير فيه مثل ما صار بالذهب، وإنه يتم بالنهاية تحوله إلى سلعة بين أيدي الحكومات والبنوك المركزية والبنوك الكبيرة اللي بتتعامل معهم. إمكانية البيتكوين إنه يكون غير عن هذا الموضوع هي من وراء إنه هو لا مركزي، وهذا طبعاً يعني هو الأساس في بناء البيتكوين، فكرة الديسنتراليزيشن اللي هي يعني كتير عالم تستعمل كلمة ديسنتراليزيشن اليوم لا أشياء كتير في إلها داعي وما في إلها داعي. أنا بالنسبة لي يعني كتير من الأشياء اللي بنحكى عنها إنه لازم تكون decentralization بالكتير من blockchain applications اللي بتسمع عنها وبالعملات الثانية، ما في أي داعي إنها تكون decentralized، ما في أي داعي إنها تكون لا مركزية، لأنها تنعمل بطريقة كتير أسرع وأمن عبر إنك توثق بشخص طرف ثالث، وما في
وإجمالا ما فيها الداعي الكارثي، ما فيها الداعي الكبير اللي بيخلي إنه تكون هالكارثة إنك توثق بشخص. بأغلب الأشياء اللي بتعملهم بحياتك أنت توثق بأشخاص تانيين، وهذا مش شيء عاطل. لكن في موضوع النقد بالذات أعتقد موضوع اللامركزية والعدم الثقة شيء كتير مهم، وهو مكلف جدا، وهو اللي ما بيجعل البيتكوين شغلة كتير كتير مكلفة، واللي بيخلي كمية الكهرباء اللي بتنحرق عشان يضل البيتكوين ماشي هالقد كمية ضخمة. لأنه يعني لنقدر نوصل لهاي اللامركزية مش شغلة سهلة، مش شغلة سهلة إذا قدر البيتكوين يوصل لهذا التصميم. فإذا بنطلع على نفوت أكثر بالتفصيل بليش البيتكوين غير عن الذهب من هاي الناحية. إذا أنت بدك تحاول تنقل ذهب من هلأ أنت بالسويد وأنا بلبنان، إذا أنا بدي أنقل ذهب من لبنان على السويد، يعني الوسائل لنقله طبعا مكلفة جدا. إذا هلأ بدي أبعث لك كيلو ذهب يعني مكلف جدا نقله. صحيح. بعته، وطبعا التأمين عليه والخطورة أنه ينسرق، خطورة أنه طيارة توقع بالبحر وينزل الذهب، في دائما خطورات موجودة بهذا الموضوع، هو مكلف. فإذا أنا بدي أدفع لك برضو حتى بنفس أنا وياك بنفس المدينة بدي أدفع لك حق شغلة، برضو مش سهل الواحد يستعمل عملات الذهب نفسها. فبالتالي ما بدك نص العملة أو ربعها، مش سهل أنت تضلك تقطع الذهب إلى كميات صغيرة وكبيرة وتحطهم مع بعض. فبالتالي مع تطور التقنيات التقنيات البنكية عبر التاريخ، اللي صار هو أنه بدل ما الواحد يستعمل الذهب نفسه ليدفع فيه، صار ينحط الذهب ببنك أو وليتر وبعدين صار بنك مركزي، صار ينحط ببنك والبنك يعطيك ورقة هي وصل للذهب، وانت بتستعمل وصل الذهب وبتشتري فيه وبتبيع فيه، ووقت الوصول بيكون أسهل حملهم لأنه أخف وزنهم من الذهب، وأسهل أنك تحطهم بكميات محددة، مش تضطر انك تقعد توزن كميات الذهب. فبالتالي درجة موضوع الورق بدل الذهب، وصار الذهب موجود بالبنوك. فبالتالي كثير من العمليات اللي صارت تنعمل لما صارت التجارة صارت ما يتحرك فيها الذهب، الذهب يضل موجود زي ما هو. الفرق هو وهو اللي عم نشوفه بالمناسبة، يعني هو اللي عم نشوفه عم يصير بالبيتكوين حاليا هلا. لكن وين الفرق؟ طبعا الفرق هو انه السكيل تبع بيتكوين ديسنترلايز اكثر. فاللي بصير مع الذهب هو انه لانه اذا بدك تبعت من لبنان للسويد شغله كتير مكلفه، طبيعي بالنهايه انه مش لما كل ما واحد بلبنان بده يبعت لحد بالسويد دفعه انه بدنا ننقل الذهب فيزيكال من محل لمحل، مش راح نعملها كل مره. فبالتالي اللي بصير هو انه البنك المركزي السويدي والبنك المركزي اللبناني باخر السنه، باخر اليوم او باخر الاسبوع او باخر الشهر، بيصفوا حساباتهم بينهم من بعض، بيشوفوا كل المصاري اللي انبعثت من لبنان للسويد وكل المصاري اللي انبعثت من السويد للبنان، وباخر النهار ببعثوا شحنه ذهب واحده من هذا الاتجاه هذاك، او باخر الشهر او باخر السنه. طبعا كل ما زادت التجاره العالميه اكثر واكثر، كل ما زادت النطاق الاقتصادي اللي بيتعامل معه الشخص، اللي هو طبعا هذا شيء انفجر عالميا خلال اخر 200-300 سنه بفضل اختراع السيارات والطيارات وكل التقنيات الحديثه للمواصلات والاتصالات، خلت النطاق التجاري للشخص يخرج من نطاق العالم اللي هو عايش حواليه ويصير بتاجر مع كل العالم. يعني انت تطلع على بيتك، الاشياء اللي معموله ببيتك هي من كل مكان في العالم، وحتى اذا معموله ببلد ثاني معمولة ببلد تاني، والأجزاء اللي انعملت منها معمولة بكل بلدان العالم كمان. يعني كمية التجارة اللي عم بتصير حول العالم دائما كتير ضخمة، وهذا كل ما زادت هذه الكمية أكتر، كل ما قلت إمكانية إنه يتحرك الذهب حقيقة، أو بالأحرى بدنا نفكر فيها إنه كل ما زادت العوائد الاقتصادية من إنك تركز عملية الصرف على أشخاص على أماكن مركزية. يعني كل ما كبر البنك المركزي صارت تصفية الحسابات له أسهل. عرفت؟ إذا كان البنك المركزي اللبناني والسويدي كل يوم بدهم يبعثوا شحنة، كمان بيكون أحسن إذا كان عندك بنك مركزي واحد لكل العالم وبصفي الحسابات تبعون اللبناني والسويدي. وهذا هو اللي صار نهاية. يعني بموضوع الذهب، المعيار الذهبي الجولد ستاندرد كان
مثل ما بحكي عنه بكتابي كان من أعظم الاختراعات الاقتصادية اللي وصلها البشر يعني. كان فعلا اختراع أنا بعتقد أنه نقدر ننظر له هو مثله مثل اختراع اللغة, مثله مثل اختراع كثير من التقنيات اللي نستخدمهم كبشر يعني. كانت المعيار الذهبي هو أحسن وسيلة اقتصادية للتجارة حول العالم اللي عملناها. لكن المشكلة هي كانت أنه لما صار العالم كله عم بتاجر مع بعضه صفة ولا حدا عم بمسك ذهب, والذهب صفة كله موجود عند الحكومات المركزية وعند البنوك المركزية. لما تمركز الذهب في بنوك مركزية قليلة صار من السهل للحكومات إنها تسيطر عليها, وهذا هو اللي صار. واللي صار اللي هو من خلال الأول القرن العشرين يعني مثلاً ب 1917 لما البولشيفيكس استولوا على الحكم في روسيا صادروا كل الذهب من الشعب. بأغلب الأنظمة الفاشية والنازية اللي إجت على أوروبا صادرت الذهب من شعبها. الحكومة الأمريكية بالثلاثينات صادرت الذهب من شعبها. يعني تمت مصادرة الذهب من الشعوب, وتقريبا كان هذا الشيء سهل لأنه الذهب أصلا ما كان كثير بإيدين العالم بقدر ما هو موجود بالبنوك. يعني المصاري اللي كانت عندك إياها كانت موجودة بالبنوك. فالحكومات صادرت الذهب بأوائل القرن العشرين, وهذا اللي خلى انه لليوم حوالي السدس تقريبا من كل المنتوج الذهب اللي حول العالم, من كل الذهب الموجود حول الارض اللي معروف عنه, تقريبا سدس هاي الكميه موجود في خزائن البنوك المركزيه. فهذا السدس هو اللي بيخلي الحكومات العالميه انها تقدر تصدر عملاتها الورقيه. يعني الناس بتفكر انه الذهب انتهى دوره المالي وأنه إحنا بنستعمل نقد ورقي, وهذا مش مزبوط, لأنه كل النقد الورقي اللي موجود اليوم يا إما مدعوم بذهب, يعني في باحتياط البنك المركزي تبعه ذهب, ولو أنه طبعا لا يحق لك كمواطن أنك تروح تستبدله بذهب, ولكن البنك المركزي عنده ذهب وعنده الذهب وبقدر يستعمل الذهب ليحمي قيمة عملته, وهو اللي العملات وهو ما تفعله البنوك المركزية بأنها بتبيع جزء من الذهب تبعها عشان تنزل سعر الذهب وتحافظ على 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 قيمة عملتها مقابل الذهب. فبالتالي كمية الذهب الكبيرة الموجودة عند البنوك المركزية هي اللي بتخلي النظام المالي العالمي يضل واقف. يعني ما في أي عملة بالعالم إلا مدعومة بالذهب أو مدعومة بعملة تانية مدعومة بالذهب, وما في ولا عملة ورقية بالعالم إجت من فراغ. يعني عمر ما إجا حكومة وطبعت ورق ووزعته على العالم وقالت للعالم هاي مصاري يلا اشتغلوا فيه, عمره ما هذا الاشي صار. كل عملة ورقية اجت في التاريخ كانت قبل ما تكون عملة ورقية كانت مدعومة بالذهب, والعالم قبلتها لانها كانت مدعومة بالذهب. بعدين سحبوا الغطاء الذهبي من وراها, وعادة بعد ما ينسحب الغطاء الذهبي بتنهار. بس طالما البنك المركزي بيضل عنده الذهب, واللي صار هو بعد الحرب العالمية الثانية المصافة في بنك مركزي واحد في العالم اللي هو البنك المركزي الفدرالي الامريكي, صفى عندك تحت تصرفه كمية ضخمة من الذهب, حوالي 30-35 ألف طن من الذهب, وكل كمية الذهب الموجودة بالعالم حوالي 160 ألف طن. ف 35 ألف طن موجودين بين أيدي البنوك المركزية العالمية. فإذا لما إذا كانت عملة مثل الدولار بالسبعينات لما كان الدولار نزلت قيمته بشكل مخيف, طلعت قيمة الذهب كتير وقتها. الذهب طلع يعني لما شالوا الفصل من الدولار عن الذهب كان سعر الدولار كان سعر الذهب 35 دولار على الأونصة بسنة 1971. بسنة 80 وصل الذهب 800 دولار, يعني أكثر من 20 ضعف. يعني 20 يعني 5% من قيمة الدولار دقيت خلال 10 سنين من 71 إلى 80 تقريبا, أقل من 10 سنين. سو إذا بهاي الفترة نزل الذهب هالقد, يعني لو الحكومة الأمريكية ما كان عندها كمية كثير ضخمة من الذهب مع صعود الذهب كان ممكن ينهار الدولار كليا. بس لما بيبيعوا جزء من الذهب تبعهم على السوق, وهو اللي اضطروا يلجأوا للبنوك المركزيه واللي هو بتعمله الاي ام اف وعملت البنك المركزي السويسري وعمل البنك المركزي البريطاني, هذا الشيء بيساعد انه يقلل من الطلب على الذهب, وبيخلي الحكومات تقدر تضلها تحافظ على الدور النقدي تبع الورق تبعها. فيعني هون بيجي السؤال, بنرجع نطرح الموضوع على بيتكوين. يعني التصميم تبع بيتكوين اللي عمله ساتوشي ناكاموتو مبني على فكرة انه بيتكوين لا مركزي, بحيث انه اخر طبقة للساتلمنت, اخر طبقة لتصفية الحسابات في بيتكوين
هي مش بنك مركزي شخص واحد أو بناية واحدة أو حكومة واحدة، هي عبارة عن شبكة من آلاف الأجهزة حول العالم، كمبيوتر نودز، العقد. فيعني أنا بالنسبة لي اللامركزية تبعت بيتكوين هي لا تعني أنه كل بني آدم رح يكون هو ماسك عنده بيتكوين نود كاملة، وأنت لما بدك تشتري قهوة بدك تحطها على البيتكوين، على سجل تعاملات البيتكوين، وكل شخص ما بده يشتري أو بده يبيع شغلة بده يسجلها، وكل الناس التانيين بدهم يسجلوا كل التعاملات تبعت الكل. يعني هذا هو سيستم البلوك تشين إذا بدنا نفكر فيه، هو مبني على أنه الطريقة اللي أنت بتعرف أنه الشخص اللي عم بدفع لك مش عم بدفع لك مصاري هو فعلا عنده إياها، هو أنه أنت عندك سجل التعاملات كله الكامل من أول يوم لليوم، فبالتالي أنت عارف قديش الشخص عنده. هذا الشيء مستحيل أنا بالنسبة لي يوصل للحجم بأنه 7 مليار بني آدم حول العالم يكون كل شيء بيشتروه بكل نهار مسجل على هذا الريكورد، لأنه بده جهازك يكون عم بيسجل المليارات من التعاملات اللي عم تصير كل يوم. وهذا شيء طبعا أعتقد يعني غير أنه تقنيا صعب على الأجهزة، شغلة تضيع موارد بشكل سافر، يعني ما في لا يمكن تبريره. أعتقد أهمية البيتكوين هي أنه مش راح يكون اللامركزية على نطاق الأفراد، ولكن اللامركزية راح تكون على أعلى نطاق في البنك المركزي. بدل ما يكون عنده بنك مركزي واحد مثل البنك المركزي الفيدرالي، راح يكون عندنا آلاف المؤسسات اللي بتقدر تعمل دور البنك المركزي. يعني إذا بدنا نفكر مثلاً في نظام البيتكوين، ما بعرف يعني قديش المشابهين عندك متابعين كيف الأركيتكتشر تبع البيتكوين بيشتغل البرنامج. عدد النودز في بيتكوين اللي هو العقد اللي بتحط البرنامج هي باختصار هي يعني نقدر نقول هي اللي عندها السيادة في الشبكة. الشخص اللي عنده نود اللي بحط البرنامج تبع البيتكوين على الكمبيوتر تبعه وبشغل نود عقدة كاملة للبيتكوين، بصير يقدر يتلقى ويرسل منها نقود على أي محل في العالم. فبتصير أنت هذا الجهاز اللي عندك إياه الكمبيوتر صار إذا بتنزل عليه السوفتور تبع البيتكوين صار بيقدر يبعت مصاري على الصين بخلال أقل من ساعة. يعني هذه هي الإمكانية الحقيقية له. غير هيك ما في أي جهاز في العالم بيقدر يبعت مصاري على الصين خلال أقل من ساعة. ولما نقول نبعت مش انه تبعت انه تحط رقم الكريدت كارد، لانه انت لما عم تحط كريدت كارد انت ما عم تبعت مصاري، انت عم بتسجل على مصاري انه هنن يعطوا المصاري لهم بالضبط. فلسه بدها كمان ايام واسابيع لتروح المصاري من البنك تبعك للبنك المركزي والبنك المركزي للبنك المركزي الثاني ولا عند البنك تبعهم هم. فيعني هذيك الدفعة بتمر بعمر عدة مراحل لانها توصل، لكن البيتكوين هو المرحلة الوحيدة، هو مرحلة واحدة منك من جهازك لجهاز الشخص المستقبل. فيعني انت وياه بتكونوا عبارة عن الطرفين ذوي سيادة يعني بهذه المعاملة، مثل البنوك المركزية، لانك انت عم تبعت عبر كل الحدود وعبر كل الحكومات وما في اشي بيقدر يوافق لانه ديتا، هذا معلومات ارقام. فبالتالي يعني حقيقة شو بيعمل البيتكوين؟ البيتكوين هو كبديل لشبكة البنوك المركزية. هذا أنا بالنسبة لي تصوري اللي هو شو بيعمل البيتكوين. فبالتالي أنت إذا كان عندك قادر تمشي جهاز بيتكوين، أنت قادر تأخذ الإمكانية فعل اللي بيفعله البنك المركزي اللي عندك في بلدك. البنك المركزي هو اللي بيبعت مصاري عبر العالم، ولكن الشخص اللي عنده بيتكوين بيصير يقدر يبعت مصاري حول العالم. فبالتالي النودز والعقد اللي راح تنبنى على البيتكوين، وأنا أعتقد رح يكون في عشرات الألاف منها حول العالم، هذه النودز رح تبلش تعمل أكتر وأكتر باتجاه بأنها تصير تعمل دور بنك مركزي. يعني أنها تصير هي مجرد هي تتعامل مع أفراد كبنوك وتقدر تمكنهم أنهم يبعثوا المصاري تبعتهم عبر طريق البيتكوين. فأنت عندك النود، أنت لأنك خبير بالبيتكوين صار لك سنين عم تشتغل بالبيتكوين، أعتقد مع الوقت يعني يا إما راح تكون عم تشتغل بإكسشينج أو بيتكوين فاينانشال سيرفيسز. كثير من العالم اللي بيشتغلوا بيتكوين راح يروحوا لهذا النطاق، اللي هو إنك أنت تصير تسخر النود تبعتك العقدة البيتكوين تبعتك لأنك تصير ترسل وتستقبل مصاري للعالم حول العالم. فبتصير بيسكلي هذا يعني النظام من آلاف الأجهزة حول العالم
قادر انه يرسل ويستقبل نقود حول العالم من كل شخص بيكون عم بيعمله من جهاز يعني ما بتقدر تعرف حتى من مش انه حتى جهاز معين يعني اي كمبيوتر بيقدر يعملها اي تليفون بيقدر يعملها. فبالتالي هون بنيجي ل يعني خلاصة الموضوع للجواب السؤال، لما يكون عندك الذهب بيلزم لانه فيزيكال لانه لازم نقله لانه نقله مكلف بيلزم انك تركزوا بمراكز بعقد قليله. يعني اذا بدنا نحكي بالاركيتكتشر تبع بيتكوين بدنا نحكي نوصف البنوك المركزيه كما بنوصف بيتكوين. البنوك المركزيه العالميه هي سيستم مثل البيتكوين ولكن بدل ما يكون موزع على الاخر في نهايه البنك في نهايه في بنك مركزي هرمي. واحد في النهايه بالضبط نظام هرمي وله عقده واحده على راسه هو البنك المركزي. البنك المركزي الامريكي حقيقه هو الوحيد اللي عنده الصلاحيات اللي عنده اياها مستعمل البيتكوين. يعني انت كمستعمل بيتكوين تقدر تبعت مصاري حول العالم ما حدا بيقدر يوقفك. حتى البنك المركزي السويدي ما بيقدر يعملها. البنك المركزي السويدي لازم تمرق كل دفعاته عن طريق البنك المركزي الامريكي. فالبنك المركزي الامريكي هو حقيقه الوحيد اللي عنده الصلاحيه والقدره على دفع المصاري من غير ما اي حدا يقدر يوقفه بالعالم مثل البيتكوين. فالبيتكوين بيعمله هو انه بدل ما يكون عندنا بنك مركزي واحد بيكون عندنا شبكه من الاف وعشرات الالاف البنوك حول العالم. والشغله يعني الممتازه في الموضوع هي انه من الصعب جدا على الحكومات انها تقدر توقف هذا الشيء، لانه حتى اذا حكومه واحده منعته في بلدها العالم تقدر تستعمله من غير ما الحكومه تعرف، والعالم تقدر تستعمله بالحكومه بالبلدان الثانيه. ومع الوقت يعني اعتقد العالم الناس بتفكر انه يعني في كثير دول حاولت تمنع الانترنت، ولكن بالنهايه اليوم الانترنت عم تكبر وهذه الدول هي اللي خسرت وهي اللي تاخرت وهي اللي دفعت الثمن بشكل كثير كبير عبر خلال 10 20 سنه الماضيه. الانترنت ما تاثرت من الدول اللي منعتها. فنفس الشيء راح يصير مع بيتكوين على الارجح. انا اعتقد انه محاوله منعه لن تكون ناجحه جدا، فبالتالي راح يضل البيتكوين طارح نفسه كبديل حقيقي للبنوك المركزيه، لانه بيؤدي كل الوظائف اللي بتعملها البنوك المركزيه ولكن بيقضيها بطريقة أرخص وأسرع ودقيقة أكثر وغير عرضة للتحكم من البشر. وهذه هي الشغلة الأساسية. يعني فإذا بدنا نرجع ليش هذا الشيء مهم جدا، هي مش بس لأنه هو بديل عن البنوك المركزية، لأن البنوك المركزية كارثة حقيقية للبشرية. من أسوأ الأشياء اللي صارت لنا للبشرية إنه اختراع البنوك المركزية. هذا إنه لما سيطرت الدول على البنوك المركزية صار بإمكان الدول أنها تدفع نقد من الأشياء، ولما صارت الدول تقدر تدفع نقد من أصبحت يعني أصبحت دول عبر العالم غير مقيدة ماليا أو مقيدة بشكل كتير أقل ماليا، وهذا بتحدث فيه بشكل مفصل بالكتاب تبعي. هذا الشيء هو اللي بخلي الحكومات تقدر تعمل الحروب اللي بتعملها. هذا الشيء هو اللي بخلي الحكومات تقدر تنفق المبالغ الخيالية اللي بتنفقها. وأعتقد يعني العالم رح يكون كتير أحسن إذا كانت النقود مفصولة عن الدولة، إذا كانت السياسة النقدية تبعت العالم ما بتحكم فيها حكومة واحدة ومعها جيش ليحميها وليحمي سياستها النقدية، بتحكم فيها أجهزة كمبيوتر، بتحكم فيها أجهزة كمبيوتر مربوطة بالكهرباء، كل شغلها شفاف دقيق، أي شخص بالعالم بيقدر يراجعه، أي شخص بالعالم بيقدر يطلع عليه ويشوفه كله. أعتقد الفرق لإلنا رح يكون كتير ضخم من هاي الناحية. ممتاز. الحقيقة شرح جدا تفصيلي ومهم جدا لكل المتابعين انه يعرفوا هاي التفاصيل، لانه يعني مهم ياخذوا صوره اعمق لكيف عم تصير العمليه. بس هذا الشيء الحقيقه بيطرح سؤالين. اذا البنوك هيك شايفين، ليش ما يعني، او خلينا نقول شو الفرق لكن هلا يعني البيتكوين حيحققه عن اي شيء ثاني مثلا مثل الريبل هلا حاليا. يعني الريبل مثلا البنوك معتمدينه بشكل او باخر بحيث انه يعملوا سيتلمنت بيناتهم او يبعثوا يرسلوا. وين رح يلعب دور؟ ليش البيتكوين رح يكون هون في فرق عن الريبل مثلا؟ بالضبط. هلا الريبل تحديدا انا شخصيا يعني اعذروني على الكلمه ولكن بحتقرها بشكل كتير كبير. يعني اعتقد من بين كل المشاريع النصب والاحتيال اللي بالكريبتو كرنسي سبيس اللي هم كتير كتار، الريبل اعتقد هي اسواقهم بدون منازع. اكبر عمليه نصب موجوده بجوز يعني بين هي وبين الاثيريوم، ولكن اعتقد الريبل اسوأ بكثير النواحي. الريبل عمليه نصب يعني العالم اللي عملوا منها كثير مصاري وكله مبني على الكذب. اول شيء فكره انه
سيتم استعمال الريبل لأي شيء بالعالم هي كذبة كثير كبيرة. العملة تبعت الريبل ما في إلها أي داعي. السيستم تبع الريبل كل سنة بيطلعوا الناس اللي مثلي صار لهم زمان بهذا المجال كلهم واصلين لهي القناعة من هذا الموضوع لأنهم تابعين الريبل شو عم بيعملوا. الريبل هم كل ست أشهر كل سنة بيجددوا الحكي اللي بيحكوه عن شو هم مش عم بيعملوا وبيطلعوا قصة جديدة على هم شو عم بيحاولوا يعملوا وبيجيبوا ناس جداد يدفعوا لهم مصاري ليروجوا للموضوع ويعني كتير أكتب على السوشيال ميديا وبطريقة كتير طفيلية. يعني أنا شخصيا بزعجوني جدا على الأكاونت تويتر تبعي لأنه بضل دائما بيحاولوا يجروجوا للريبل تبعهم فدغري أي حدا بيحكي معي عن الريبل دغري بعمل له بلوك لأنه هم مجرد دعايات وبس عم بيضيعوا لك وقتك عشان هم يعملوا دعاية للسيستم تبعهم. المشكلة الحقيقية في الريبل العالم التصور العالم عنده إياه عن الريبل اليوم هو أنه اللي رح يصير استعماله هو أنه هذا التوكن إحنا رح نستعمله البنوك رح تصير تشتريه وبعدين البنوك رح تصير تستعمله لساتلين المبيعات بينهم وهذه فكرة طبعا مستحيل تزبط لأنه فكرة كتير غبية لأنه بكل بساطة يعني أنه إذا البنوك المركزية مثلا بنك بده يبعث لبنك 5 مليون دولار يعني غير وارد أبدا أنه يستعمل شبكة تتطلب أنه يدفع بعملة تانية حق الترانسفر وأنه حق الترانسفر هذا يكون مدفوع بعملة تانية وعملة تانية تكون عم يتم التداول فيها ومش بس يتم التداول فيها العملة التانية هي عبارة عن عملة يتحكم فيها مؤسسة واحدة. يعني باختصار الريبل مبنية على, على, على وهم غبي جدا مبني على أنه كل البنوك في العالم كل الحكومات وكل الحكومات المركزية راح تشيل كل المؤسسات الرقابة وكل المؤسسات اللي مسؤولة عن شو عم بصير بالمصاري وشو عم بصير كيف تنتقل المصاري كيف تشتغل الحكومات المركزية والبنوك المركزية كله راح يتم استبداله بشركة واحدة موجودة بنيويورك. شركة واحدة موجودة بنيويورك هم عم ببيعوا العالم الوهم انه احنا عنا على السيرفرز تبعونا راح نسجل سجل التعاملات وكلكم راح تصيروا تتعاملوا عنا. فطبعا هذا شيء مستحيل يزبط وما في اي شخص جدي بيفهم بالاقتصاد او بالكمبيوترز او بالبرمجة بياخد الريبل على محمل الجد. وانا يعني لا يمكن اني اضيع اي دقيقة من وقتي اتناقش مع شخص من اللي بتابعوا الريبل لانه من ناحية هندسة يعني فكرة انه كل العالم بدنا نسجل كل تعاملاتنا على سيستم متحكمين فيه شركة واحدة. هذا الشركة الريبل هم انتجوا منه 100 مليار يعني بيتكوين في بس 21 مليون بيتكوين الريبل في منه 100 مليار عملوا هم 100 مليار وهم نفسهم شخصيا الشركة لحالها كشركة وكأفراد معهم حوالي 60-70-80% من كل تقريبا 80 اعتقد 80% من كل العملة هي بين ايديهم. فيعني اي شخص بيفهم شو اللي عم بصير واضح هو شو اللي عم صار عملوا طبعوا هاي العملة وعم بيقضوا سنين عم بيحاولوا يروجوا لها كل ما روجوا لها اكثر كل ما حدا اشترى من العملة اللي عندهم اكثر كل ما صاروا هم بيقدروا يبيعوا من اللي عندهم بضلوا يبيعوا اكثر واكثر وبضلوا ينزل القيمة من الموضوع. انا اتحدى انه يتم استخدام الريبل لاي شيء في اي يوم وكل اللي عملوه هم الريبل هو انه بيدفعوا ماركتينج بيدفعوا مصاري للشركات والبنوك انه تعالوا نجرب وتعالوا نعمل وما بعرف شو وهو بكون بريس ريليس كل شيء بيطلع منه يعني هم بيدفعوا لهم انه تعالوا ندفع لكم مصاري عشان تقعدوا ونفرجي نعمل لكم ديمو عن الموديل تبعنا بيروحوا بياخذوا الخبريه وبيقولوا عنها انه البنك الفلاني راح يستعمل ريبل لم يتم استعماله لاي شيء. هلا الريبل شغله كثير تافهه بدي ارجع لجوابك ليش البيتكوين غير عن هذا الموضوع. الفرق هو انه ما في حدا بيتحكم بالبيتكوين هذا هي بكل بساطه ما في اي شخص بيتحكم بالبيتكوين وهذا شيء اثبت عبر يعني السنين الماضيه عبر تجربه وعبر يعني سنين من ناس انها تحاول تغير اشياء في البيتكوين وتفشل تحاول تغير في البيتكوين وتفشل تحاول تغير في البيتكوين وتفشل. يعني ب 2017 السنه الماضيه شفنا الاغلب منتجي المايننج ايكويبمنت اللي بينتجوا التعدين اغلب الناس اللي عندها مكنات شركات تعدين ومكنات تعدين اغلب الناس الشركات اللي بتقوم بالاكسشينجز وكل الشركات البيتكوين التجاريه اللي بتتعامل بالبيتكوين اغلبهم كلهم كانوا عم بيحاولوا يغيروا شغله صغيره بالبيتكوين وكلهم فشلوا في انهم يغيروا هاي الشغله لانه مش هم اللي بيحددوا مين البيتكوين اللي بيحدد كيف البيتكوين بيمشي هو الشخص اللي بيمشي النود تبعه الشخص اللي بيمشي العقده انت اللي عندك السياده على البيتكوين تبعك. هذه فكره كتير 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 مهمه وصعب العالم تفهم اهميتها من الاول بس بدها كتير وقت وبدها كتير ممارسه البيتكوين الواحد يبلش يفهمها هي تستحق فعلا هي تستحق حلقه خاصه نحكي بس انه
ليش بالزبط. ممكن تغيير البيتكوين وهل هو مسيطر عليه او ممكن يسيطر عليه او لا؟ هاي فعلا او مين اللي بيسيطر على بيتكوين او مين بيسيطر عليه؟ وهو هو الجواب باختصار يعني هو انه انت اذا انت عندك البرنامج تبع بيتكوين انت بتسيطر على البرنامج هذا ما حدا بيقدر يسيطر عليه. تمام تمام. طيب بعد اذا هذا هو الفرق الاساسي ليش يعني ليش انت برايك انه راح يكون راح يعتمد البيتكوين غير عن اي 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 عمله ثانيه؟ هو الموضوع انه هو موزع بشكل كبير وغير مسيطر عليه من اي شيء، فهذا ممكن اي ممكن البنوك المركزيه ممكن دول تتبناه كبنيه تحتيه لعمليه نقله ل وتصفيه. نعم، كبنيه تحتيه محايده يعني مثل الذهب محايد لما كان تمام. محايد الذهب البيتكوين بيقدر يلعب هذا الدور. اي واحد من العملات الثانيه ابدا مش محايد، هي عباره عن شركه واحده، واذا ما كانت شركه راح تكون حكومه. يعني فينا نشبه مثل كاني انه البيتكوين مثل نعتبره ماده خام موجوده بالطبيعه، او في او شخص راح صنع مثلا صنع كاسات معينه وقال انه هي الكاسات هي عمله، فصار هو اللي عم يوزع على هي العمله، فهذا في فرق. بالضبط بالضبط بالضبط، هذا هو الفرق الاساسي بيناتهم. يعني فانه يعني انا اعتقد الطريقه اللي نوصف فيها البيتكوين انه كيف بيفرق عن هذولك، انه هذولك عباره عن شبكه لشخص هو بتحكم فيها. بيتكوين فينا نفكر فيه كمادة خام، يعني مثل كأنه لقينا عنصر جديد، كعنصر كيميائي جديد مثل الذهب، صعب كتير انك تعمله وصعب كتير انك تنتجه، مكلف جدا انتاجه، ولكن بيفرق عن الذهب بانه بكبسة زر تقدر تبعته على الصين بخلال ساعة بيكون وصل على الصين. تمام تمام. هذا الشيء فعلا فظيع يعني العظيم فيه. طيب معلش سؤال كمان بيطرح نفسه هون، والله انا للاسف صار كنا نتابع بحلقه تانية ان شاء الله. شكرا كثير على وقتك دكتور سيف، شكرا كثير لك صادق سلسله الحلقات ان شاء الله. وشباب شفتوا كيف هذه الحلقه كانت اجابه على احد اسئله احد الاخوه، فرجاء اكتبوا تحت اي اسئله عميقه انتم برايكم تستحق ان فعلا نحن نخصص لها جزء بالحلقه ونحكي عنها مع دكتور سيف. شكرا كثير لك دكتور سيف. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. يلا عافيه.